اهلا وسهلا فيكم على ماي تشانل. بعد ما كتار منكم ما لقطة 30 اكشن. انا كارمن خليفه من لبنان وعايشه بالجنوب. عرف عنك. عرف عنك ف شو بك؟ انا المشهور. الساعة 9 الصبح يا جماعة، 9 الصبح جوزي بيكون هيك لابس وخالي، 9 الصبح غيرانة. هلا عم تتخيلنا انا مورنينج بيرسون، هيدي كله تمثيل. هلا في هيك جيت نزعتي، حاتركك مع جمهور. لا ما فينا بلاك نحن حسين. فللي ما بيعرفني، هذا الشاب اللي هلا مشي من هون هذا جوزي حسين. هذا الرجل اللي مشي من هون هذا جوزي حسين. هيك بعرف عنك؟ ايه. يطلع اعطيكي كونتنت عن جد للشانل لإلك. ايه. شيء هيك كثير حلو. قول للعالم انك بريجننت مثلا. رجعوا بطنك. بأي شهر؟ ما فيك هيك تعمل. Hey guys, I'm pregnant. هوايات نكد حسين. شو عم تدرسي؟ Communication Engineering، هي تالت سنة. قد لك مجوزة؟ تاريخ بسرعة. امتى عرسك كان؟ بشهر 2. والانيفرساري امتى؟ بشهر 2. خطبة. صعب. أول مرة التقينا؟ أول مرة لمحتيني؟ ديت؟ إمتى؟ أكلتي المفضلة؟ بسرعة! حسين، إيه؟ شو أحلى موفي عندك؟ The Life of David Gale. Mine. إنت؟ تركي. أوكي، شو بتحضر مسلسلات؟ Friends, How I Met Your Mother, Big Bang أنا؟ Theory. تركي. ما بدي تركي، بدي اسم. تركي. اسم. أوغلو. شو أوغلو؟ مثل ما شفتوا حسين ما خلينا نعرف عن حالي منيح، بس ان شاء الله مع الوقت حنتعرف على بعض اكثر. انا حكون هون على يوتيوب عم نزل يومياتي، وحيكون في كثير فلوجز، وهلا تحضيرات البيبي، ومن اي تو زد حكون عم نزلها، وكثير سربريزات جاي. فستي تيوند. وهلا حظبط وجهي وغير تيبي، رح نعمل الدكتور، وهلا بخبركم لك. اجى اليوم اللي بعرف فيه شو جندر البيبي، واخترنا انه ما نعرف، حبينا نتركها سوربريز، هيك فيها سبانس اكثر. الدكتور رح يخبر الشخص اللي حيعملنا الجندر ريفيل، واكيد اكيد ما حيخبرنا شو. انا بقول اذا احساس الام عن جد ما بيخيب، انا بقول ما في روح الضام. بس يشد الضام. انا بقول معي صبي. ما بعرف ليه، مع انه كتير عميل للحلو، للشوكولا، للمبعرف شو. حلو شوكولا للبنت. وحسين بيضل يقول لي معك بنت. انا اوريدي سميتها وبلشت لها بخرج الايد وراها. فكرة أنا هلأ بقول لكل أم، عن جد لكل أم بتعرف شو معها، وخلي الدكتور يقلك، لأن أصعب شي بالحياة إنه هو عارف أنت شو معك، وخبر البلانر أنت وأنت ما بتعرفي. ما بدي، رح موت، ما عارفة إمتى يجي الجمعة. عن جد كانت أصعب لحظة بحياتي. أصلا فت لعنده كان أصعب من الامتحان الرسمي. ماشي امتحان رسمي عن جد، ماشي. كان قلبي وصل دقات قلبي، انا مأكدة وصلوا ما بعرف لوين.
ما هي الورقة معك افتحيها هات لها افتحها ما حفتح اه تذكرت شيء انه في معي ورقة ياي اساسا مش هتعرف تقريها هاي الورقة اوكي هاي هاي ما في هاي الورقة حسلمها بايدي للسفرية بيعيها ما حنشوفها لمين بعين هي لا عرفت انه منيح ما عطيتك اياها الورقة لان انا بعرف كنت حتشوفها هاي ما تفرجينا شفتها بهمنا نحن خلقة كاملة وشي حلو اللي بيجي من الله يا محلى هاي من شوي وصلت على البيت وحسين كمان هلأ ظهر بدي أقول ميرسي لكل حدا حضرني لكل حدا حيشجعني لكل حدا فات شاف حب أو ما حب thank you كتير وتروني في كتير قصص حلوة حتنزل إن شاء الله السبت حنزل الريفيل أو الجمعة إن شاء الله فتروني thank you